أيها الثالوث القدوس ارحمنا يا رب اغفر خطايانا يا سيد تجاوز عن سيئاتنا يا قدوس طلع واشفي أمراضنا من أجل اسمك يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان ولدى في الداهرين أمين أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الجوهري أعطنا اليوم واترك لنا ما علينا كما نترك نحن لمن لنا عليه ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير لأن لك الملك والقدرة والمجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين خلص يا رب شعبك وبارك ميراثك وامنح عبيدك المؤمنين الغلبة على الشرير واحفظ بقوة صليبك جميع المختصين المؤمنين مانحاً إياهم الغلبة على محاربيهم لتكن لهم معونتك سلاح سلام وظفراً غير مقهور آل كل أوان ولده الداهرين أمين أيتها الشفيعة الرهيبة غير المخذولة يا والدة الإله الكلية التسبيح لا تعرض يا صالحان توسلاتنا بل وطد سيرة المستقيمين الرأي وخلص الذين أمرت أن يتملكوا وامنحيهم الغلبة من السماء بما أنك ولدت لله أيتها المباركة وحدك ارحمنا يا الله بعظيم رحمتك نطلب إليك فاستجب وارحم وأيضا نطلب من أجل المسيحيين الحسن العباد الأرثوذكسيين وأيضا نطلب من أجل أبينا وبطريركنا يوحنا وأبينا ورئيس كهنتنا راموس وجميع أخوتنا في المسيح لأنك إله رحيم ومحب للبشر وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين المجد للثالوث القدوس المتساوي في الجوهر المحيي غير المنقسم كل حين الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين آمين المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة يا رب افتح شفتي فيخبر فمي بتسبيحتك يا رب افتح شفتي فيخبر فمي بتسبيحتك يا رب لماذا كثر الذين يحزنوني كثيرون قاموا علي كثيرون يقولون لي نفسي لا خلاص له بإلهه وأنت يا رب ناصري ومجدي ورافع رأسي بصوتي إلى الرب صرخت فأجابني من جبل قدسه أنا رقدت ونمت ثم قمت لأن الرب ينصرني فلا أخاف من ربوات الشعب المحيطين بي المتآزرين علي قم يا رب خلصني يا إلهي فإنك قد ضربت كل من يعاديني باطلا وسحقت أسنان الخطأ لرب الخلاص وعلى شعبك بركتك أنا رقدت ونمت ثم قمت لأن الرب ينصرني يا رب لا بغضبك توبخني ولا برزك تؤدبني فإن سهامك قد نشبت فيا ومكنت علي يدك ليس لي جسدي شفاء من وجه غضبك ولا سلامة في عظامي من وجه خطاياي لأن آثامي قد تعالت فوق رأسي كحمل ثقيل قد ثقلت علي قد أنتنت وقاحت جراحاتي من قبل جهالتي شقيت وانحنيت إلى الغاية والنهار كله مشيت عابسا لأن متني قد امتلأ مهازئ وليس لجسدي شفاء شقيت واتضعت جدا وكنت أئن من تنهد قلبي يا رب إن بغيتي كلها أمامك وتنهدي لم يخف عنك قد اضطرب قلبي وفرقتني قوتي ونور عيني أيضا لم يبقى معي أصدقائي وأقربائي دنوا مني وقفوا لدي وجنسي وقف مني بعيداً
وأجهدني الذين يطلبون نفسي والملتمسون لي الشر تكلموا بالباطل وهشوشا طول النهار درسوا. أما أنا فكأصم لا يسمع وكأخرس لا يفتح فاه وصرت كإنسان لا يسمع ولا في فمه تبكيت. لأني عليك يا رب توكلت أنت تستجيب لي يا ربي وإلهي، لأني قلت لا يشمت بي أعدائي وعندما زلت قدماي عظموا علي الكلام. لأني أنا للضرب مستعد ووجعي لدي في كل حين، لأني أنا أخبر بإثمي وأهتم من أجل خطيئتي. أما أعدائي فأحياء وهم أشد مني، وقد كثر الذين يبغضوني ظلما، الذين جازوني بدل الخير شرا، محلوا بي لأجل ابتغاء الصلاح. فلا تهملني يا ربي وإلهي ولا تتباعد عني، أسرع إلى معونتي يا رب خلاصي. فلا تهملني يا ربي وإلهي ولا تتباعد عني، أسرع إلى معونتي يا رب خلاصي. يا الله إلهي إليك أبكر، عطشت إليك نفسي، بكم نوع لك جسدي في أرض برية وغير مسلوكة وعادمة الماء. هكذا ظهرت لك في القدس لأعاين قوتك ومجدك، لأن رحمتك أفضل من الحياة وشفتي تسبحانك. هكذا أباركك في حياتي وباسمك أرفع يدي، فتمتلئ نفسي كما من شحم ودسم، وبشفاه الابتهاج يسبحك فمي. إذا ذكرتك على مفرشي هذبت بك في الأسحار، لأنك ست لي عونا وبظل جناحك أستتر. التصقت نفسي وراءك وإياي عضدت يمينك. أما الذين يطلبون نفسي باطلا فسيدخلون في أسافل الأرض ويدفعون إلى أيدي السيوف ويكونون أنصبة للثعالب. أما الملك فيسر بالله ويمتدح كل من يحلف به، لأنه قد سدت أفواه المتكلمين بالظلم. هددت بك في الأسحار لأنك سرت لي عونا وبظل جناحيك أستتر. التصقت نفسي وراءك وإياي عضدت يمينك. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين أمين. هللويا 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 المجد لك يا الله. هللويا 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 المجد لك يا الله. هللويا 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 المجد لك يا الله. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان ولدهر الداهرين أمين. يا رب إله خلاصي، في النهار صرخت وفي الليل أمامك، فلتدخل قدامك صلاتي، أمل أذنك على طلبتي. فقد امتلأت من الشرور نفسي ودنت من الجحيم حياتي، حسبت مع المنحدرين في الجب، صرت مثل إنسان ليس له معين حرا بين الأموات، مثل المجرحين الرقود في القبور الذين لا تذكرهم أيضا وهم من يدك مقصون. جعلوني في جب أسفل السافلين في ظلمات وظلال الموت. علي استقر غضبك وجميع أهوالك أجستها علي، أبعدت عني معارف، جعلوني لهم رجاسة، قد أسلمت وما خرجت وعيناي ضعفتها من المسكنة. صرخت إليك يا رب النهار كله وليك بسطت يدي، لعلك للأموات تصنع العجائب، أم الأطباء يقيمونهم فيعترفون لك؟ هل يحدث أحد في القبر برحمتك وفي الهلاك بحقك؟ هل تعرف في الظلمة عجائبك وعدلك في أرض منسية؟ وأنا لك يا رب صرخت فلتبلغك في الغداة صلاتي. لماذا يا رب تقسم وصرف وجهك عني؟ فقير أنا وفي شقائي منذ شبابي، وحين ارتفعت وتضعت وتحيرت، علي إجازة رزقك ومزدعتك أزعجتني، أحط بك الماء والنهار كله اكتنفتني معا، أبعد صديقه القريب ومعارف من الشقاء. يا رب إله خلاصي، في النهار صرخت وفي الليل أمامك، فلتدخل قدامك صلاتي، أمل أذنك إلى طلبتي. بارك يا نفسي الرب ويا جميع ما في داخلي اسمه القدوس. بارك يا نفسي الرب ولا تنسي جميع مكافآته، الذي يغفر جميع آثامك، الذي يشفي جميع أمراضك، الذي ينجي من الفساد حياتك، الذي يكللك بالرحمة والرأفة، الذي يشبع بالخيرات شهواتك فيتجدد كالنسر شبابك. الرب صانع الرحمات والقضاء لجميع المظلومين، عرف موسى طرقه وبني إسرائيل مشيئاته. الرب رحيم ورؤوف، طويل الأناة وكثير الرحمة، ليس للانقضاء يسقط ولا إلى الدهر يحقد. لا على حسب آثامنا صنع معنا، ولا على حسب خطايانا جازانا، لأنه بمقدار ارتفاع السماء عن الأرض قوى الرب رحمته على الذين يتقونه، وبمقدار بعد المشرق من المغرب بأبعد عنا سيئاتنا. كما يترأف الأب على البنين، يترأف الرب على خائفيه، لأنه عرف جبلتنا وذكر أننا تراب نحن. الإنسان كالعشب أيامه وكزهر الحقل كذلك يزهر، لأنه إذا هبت فيه الريح ليس يثبت ولا يعرف أيضا موضعه. أما رحمة ربي فهي منذ الدهر وإلى الدهر للذين يتقونه، وعدله على أبناء البنين الحافظين عهده والذاكرين وصاياه ليصنعوها. الرب هيئ عرشه في السماء ومملكته تسود على الجميع. بارك ربي يا جميع ملائكته المقتدرين بقوة، العاملين بكلمته عند سماع صوت كلامه،
بارك رب يا جميع قواته يا خدامه العاملين إرادته، بارك رب يا جميع أعماله في كل موضع سيادته، بارك يا نفس الرب في كل موضع سيادته، بارك يا نفس الرب. يا رب استمع صلاتي وأنصت بحقك إلى طلبتي، استجب لي بعدلك ولا تدخل في المحاكمة مع عبدك، فإنه لن يتزكى أمامك كل حي، لأن العدو قد اضطهد نفسي وأذل في الأرض حياتي وأجلسني في الظلمات مثل الموتى منذ الدهر، وأجر علي روحي واضطرب قلبي في داخلي. تذكرت الأيام القديمة، ذلت في كل أعمالك وتأملت في صناع يديك، بسطت يدي إليك ونفسي لك كأرض لا تمطر. أسرع فاستجب لي يا رب قد فنيت روحي، لا تصرف وجهك عني فأشابه الهابطين في الجب، اجعلني في الغداة مستمعا رحمتك فإني عليك توكلت. عرفني يا رب الطريق الذي أسلك فيه فإني إليك رفعت نفسي، أنقذني من أعدائي يا رب فإني قد لجأت إليك، علمني أن أعمل مرضاتك لأنك أنت إلهي، روحك الصالح يهديني في أرض مستقيمة، من أجل اسمك يا رب تحييني، بعدلك تخرج من الحزن نفسي وبرحمتك تستأصل أعدائي وتهلك جميع الذين يحزنون نفسي لأني أنا عبدك. استجب لي بعدلك ولا تدخل في المحاكمة مع عبدك، استجب لي بعدلك ولا تدخل في المحاكمة مع عبدك، روحك الصالح يهديني في أرض مستقيمة. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين أمين. هللويا 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 المجد لك يا الله، هللويا 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 المجد لك يا الله، هللويا 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 المجد لك يا الله، يا إلهنا ورجاءنا لك المجد. بسلام إلى الرب نطلب من أجل السلام العلوي وخلاص نفوسنا، إلى الرب نطلب من أجل سلام كل العالم وثبات كنائس الله المقدسة واتحاد الجميع، إلى الرب نطلب من أجل هذا البيت المقدس والذين يدخلون إليه بإيمان ورع وخوف الله، إلى الرب نطلب من أجل أبينا وبطريركنا يوحنا وأبينا ورئيس كنتنا رمنوس والكهنة المكرمين والشمامس الخدام المسيح وجميع الكليروس والشعب، إلى الرب نطلب من أجل حكامنا ومؤازرتهم في كل عمل صالح، إلى الرب نطلب من أجل هذه المدينة وجميع الأديرة والمدن والقرى والمؤمنين الساكنة فيها، إلى الرب نطلب من أجل اعتدال لهويته وخصب الأرض بالثمار وأوقات سلامية، إلى الرب نطلب من أجل المسافرين برا وبحرا وجوا والمرضى والمتألمين والأسرى وخلاصهم، إلى الرب نطلب من أجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة، إلى الرب نطلب أعضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. بعد ذكرنا الكل تقدس الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين، فلنودع ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله لأنه بك يليق كل مجد وإكرام وسجود، أيها الآب والابن والروح القدس لنا وكل آوان وإلى دهر الداهرين. رب وضع باسمه القدوس. الله الرب ظهر لنا مبارك الذي باسمه كل الأمم أحاطت به وباسم الرب قهرته. الله الرب ظهر لنا مبارك الذي باسمه
من قبل الرب كانت هذه وهي عجيبة في أعيننا. الله الرب ظهر لنا مبارك للتي مثلها إن القوة الملائكية ظهروا على قبرك الموقر والحراس صاروك سبيت الجحيم ولم تجرب منه وصادف قلب تلما لحال الحياة فيا من طمى من بين الأموات يا رب المجد المجد لله ولك الروح القدوس إن القوة الملائكية ظهروا على قبرك الموقر والحراس صاروا كالأموات ومريم وقفت عند القبر ظالمة جسدك الطاهر فسبيت الجحيم ولم تجرب منه وصادفت البتول الحياة فيا من قام من بين الأموات يا رب المجد أنا وكل أوان وأنا دهر الداهرين آمين يا نعمه مباركة لقد أقبلت إلى الآلام طمعا واختيارا وشاقت على الصليب مريدا أن تعيد دعوة آدم قائلا للملائكة افرحوا معي لوجود الدرهم الضائع فيا من دبر كل الأشياء بحكمة المجد أعضد وخلص وارحم احفظنا يا الله بنعمته بعد ذكرنا الكلة القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين فلنهود ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله لأن لك العزة ولك الملك والقدرة والمجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين آمين فيما كان القبر مفتوحا والجحيم يندب منتحبا هتفت مريم نحو الرسل المختبئين قائلة اخرجوا يا فعلة الكرم اكرزوا بكلمة القيامة منادين قد قام الرب مانحا العالم الرحمة العظمى المجد للآب والابن والروح القدس لقد وقفت مريم المجدلية ولاد قبرك بكية يا رب وإذ ظنتك البستان هتفت نحوك قائلة أين أخفيت الحياة الأبدية أين وضعت الجالس على العرش الشيروبيمي ونحو الجند الذين كانوا يحرسونه وقد ساروا من الخوف كالأموات قالت إما أن تعطوني ربي وإما أن تصرخوا معي قائلين يا من حسب بين الأموات وبعث الأموات المجد لك الآن وكل أوان ولده الداهرين أمين لقد سبق جدعون فرسم حبالك وداود ففسر ولادتك يا والدة الله المنعم عليها لأن الكلمة حل في بطنك حلول المطر على الجزة وأنت أنبت المسيح إلهنا بزرع خلاصا للعالم يا أرض المقدسة فيما كانت الحياة مسجاة في القبر والأختام موضوعة على الحجر والجند
جنده يحرسون المسيح كملك راقد. قام الرب فاتكا بأعدائه فتكا خفيا لا يرى. المجد للآب والابن والروح القدس. قد سبق يونان ففسر قبرك، وسمعان ففسر قيامتك الإلهية أيها الرب المنزه عن الموت، لأنك ثويت في القبر كميت يا من حطم أبواب الجحيم، وقمت بقوة سيادتك أيها المسيح إلهنا خلوا من فساد خلاصا للعالم، وأنرت الذين في الظلمة. الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين أمين. تضرعي يا والدة الإله العذراء إلى ابنك المسيح الإلهنا الذي سمر على الصليب طوعا وقام من بين الأموات، طالبة خلاص نفوسنا. مبارك أنت يا رب علمني حقوقك، جمع الملائكة الذل متحيرا عند مشاهدتك مقصوبا بين الأموات أيها المخلص، وضاحضا قوة الموت ومغمضا أمام معك، ومعتقا إيانا من الجحيم كافة. Ευλογητό η Κύριε, διδαξόν με τα δικαιώματά σου. الملكولاني عند القبر تفوها نحو حميلة الطيب قائلا، لما تمزجنا الطيوب بالدموع بتنثنيات الميذات، انظرنا اللحد وافرحنا لأن المخلص قد قام من القبر ناهضا. مبارك أنت يا رب علمني حقوقك، إن حاملة الطيب سحرا عميقا سرعنا إلى قبرك نائحات، إلا أن الملاك وقف بهن وقال لهن زمن النوح قد كف وبطل، فلا تبكينا فبشرنا الرسل بالقيامة. مبارك أنت يا رب علمني حقوقك، إن النسوة حاملات الطيب قد أقبلنا بالحانوت إلى قبرك أيها المخلص، فسمعنا ملكا متنغما نحوهن قائلا، لما تحسبنا الحياة مع الموتى، فبما أنه إله قد قام من القبر ناهضا. المجد للآب والابن والروح القدس. مسجود للآب والابنه ولروح قدسي ثالوثا قدوسا بجوهر واحد صارخين مع السرافين، τους αιώνας των αιώνων να μην αιατούχα العذراء لقد ولدت معطي الحياة وأنقذت آدم من الخطيئة ومنحت حواء الفرح عوض الحزن، لكن الإله والإنسان المتجسد منك أرشدهما إلى الحياة التي قد تهورا منها. هللويا 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 المجد لك يا الله. هللويا 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 المجد لك يا الله. الرب نطلب اعدد وخلص وارحم احفظنا يا الله بنعمتك. بعد ذكرنا الكلة القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة لله أيمة البتولية مريم مع جميع القديسين، فلنودع ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله.
لأنه قد تبارك وتمجد اسمك أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين. آمين. إنك بموتك الطوعي المحيي أيها المسيح سحقت أبواب الجحيم كإله وفتحت لنا الفردوس القديم، وبقيامتك من بين الأموات نجيت من الفساد حياتنا. إلى السماء نحوك أيها الكلمة أرفع عيني، فترأف علي لكي أحيا لك. ارحمنا نحن المرذولين أيها الكلمة، وهيئنا أواني لك صالحة مختارة. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان ولدهر الداهرين. آمين. إن الروح القدس علة الخلاص للجميع، فإنه إذا دبت نسمته في إنسان عن استحقاق رفعه على الفور من الأرضيات وأنماه ونشطه ورتبه في العلاء. لو لم يكن الرب فينا لم يكن أحد منا يستطيع الثبات في مصارعة العدو، فإن الغالبين إنما يحصلون على فخر الغلبة بذلك. لا تدعوا نفسي تؤخذ بأسنان الأعداء كالعصفور أيها الكلمة، ولكن ويحي كيف أنجو منهم وأنا عالق بمحبة الخطيئة. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان ولدهر الداهرين. آمين. بالروح القدس يتم لجميع التأله والمسرة والفهم والسلام والبركة، لأنه مساو في الفعل للآب والكلمة. إن المتكلين على الرب مرهوبون لدى الأعداء، والكل يعجب بهم لأنهم ينظرون إلى العلا. إن حزب الصديقين قد اقتناك مؤازراً أيها المخلص، فلا يمد يديه إلى المآثم. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. إن للروح القدس العزة على الجميع، فله تسجد رئاسات الجنود العلوية مع كل نسمة سفلية. يا رب انهض بجبروتك وهلم لخلاصنا. يا رب انهض بجبروتك وهلم لخلاصنا. يا راعي إسرائيل أنصت، يا رب انهض بجبروتك وهلم لخلاصنا. إلى الرب نطلب، لأنك قدوس أنت إلهنا، وفي القديسين تستقر وتستريح، وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين. سبطني النساء تنكيريو فلتسابحنا كل نسمة. من أجل أن نكون مستحقين لسماع الإنجيل المقدس إلى الرب إلهنا نطلب. الحكمة فلنستقم ونسمع الإنجيل المقدس. السلام لجميعكم. فصل شريف من بشارة القديس متى الإنجيل البشير والتلميذ الطاهر. لنصغي. في ذلك الزمان ذهب التلاميذ الأحد عشر إلى الجليل إلى الجبل حيث أمرهم يسوع، فلما رأوه سجدوا له، ولكن بعضهم شكوا. فدنا يسوع وكلمهم قائلا: إني قد أعطيت كل سلطان في السماء وعلى الأرض، فاذهبوا الآن وتلمذوا كل الأمم معمدين إياهم باسم الآب والابن والروح القدس، وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به، وها أنا معكم كل الأيام إلى منتهى الدهر. آمين. المجد لك يا رب المجد لك. إذ قد رأينا قيامة المسيح فلنسجد للرب القدوس يسوع البريء من الخطأ وحده. لصليبك أيها المسيح نسجد، ولقيامتك المقدسة نسبح ونمجد، لأنك أنت هو إلهنا وآخر سواك لا نعرف واسمك نسمي. هلموا يا معشر المؤمنين لنسجد قيامة المسيح المقدسة، لأن هو ذا بالصليب قد أتى الفرح في كل العالم. نبارك الرب في كل حين ونسبح قيامته، لأنه إذا احتمل الصلب من أجلنا بالموت للموت أباد وحطم. يا
ارحمني يا الله كعظيم رحمتك وكمثل كثرة رأفتك قم آثمي، اغسلني كثيرا من إثمي ومن خطيئتي طهرني، فإني أنا عارف بإثمي وخطيئتي أمامي في كل حين. إليك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تصدق في أقوالك وتغلب في محاكمتك. ها أنا ذا بالآثام حبل بي وبالخطايا ولدتني أمي، لأنك قد أحببت الحق ووضحت لي غوامض حكمتك ومستوراتها. تنضحني بزوفة فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني باجة وسرورا فتبتهج عظامي الذليلة. سفك خطاياي ومقامي أبغي أن يا الله، وروحا مستقيما جدد في أحشائي. لا تطرحني من أمامي وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني. امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، فأعلم الأثم طرقك والكفر إليك يرجعون. أنقذني من الدماء يا الله إله خلاصي، فيبتهج لساني بعدلك. يا رب افتح شفتي فيخبر فمي بتسبيحتك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي. لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منسحق، القلب المتخشع والمتواضع لا يرذله الله. أصلح يا رب مسرتك صهيون والتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبيحة العدل قربانا ومحرقات، حينئذ يقربون على مذبحك العجول. بحسب عظيم رحمتك وبحسب كثرة رافتك ما في مي خلص يا الله شعبك وبارك ميراثك، وافتقد عالمك بالرحمة والرأفات، وارفع شأن المسيحيين الأرثوذكسيين، واسبغ علينا مراحمك الغنية بشفاعة كل طهارة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم، وبقدرة الصليب الكريم محي حامي هذه الكنيسة المقدسة، وبطلبات القوات السماوية المكرمة العادمة الأجساد، والنبي كريم السابق المجيد يوحنا المعمدان، والقديسين المشرفين رسل جدرين بكل مديح، وبين القديسين معلم المسكون رؤساء الكنة العظماء باسيليوس كبير وغريغوروس اللاوتي ويوحنا ذهبي الفم، وبين القديسين أثناسيوس وكيرلس ويوحنا الرحيم بطاركة الإسكندرية، وبين القديسين ملاتيوس وبطرس بطاركة أنطاكيا، وبين قديسين نيقولاوس رئيس سقفة مريليكيا وسبيريدون اسقف ترمثوث العجائبيين، والقديسين المجدين الشهداء العظماء جورجيوس المظفر وديمتريوس نفيد الطيب وثيذوروس تيروني وثيذوروس قائد الجيش، والقديسين اغناطيوس وبوليكاربوس شاهدين في رؤساء الكهنة، والقديسين يوسف ونؤولا وحبيب الدمشقيين الشهداء في الكهنة، والقديسين المجدين الشهداء المتألقين بظفر، وبين الأبرار إفرام وإسحاق السوريين ويوحنا الدمشقي وجميع أبائنا الأبرار المتوشحين بالله، والقديسين الصديقين يواكيم وحنجد المسيح الإله، والقديس النبي ناحوم الذي نقيم تذكاره اليوم، وجميع قديسيك نتضرع إليك أيها الرب جزيل الرحمة، فاستجب لنا نحن خطأ الطالبين إليك وارحمنا. يا رب ارحم.
برحمتي ورأفاتي ابنك الوحيد ومحبتي البشر الذي أنت مبارك ما هو مع روحك كل قدسه الصالح والمحيي الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين. آمين. إن المسيح الإله المانح الحياة قد وهب البعث لجبلة البشرية بإقامته كل الأموات من الكهوف السفلية المظلمة بيده المحية، فإن المخلص هو في الحقيقة قيامة الكل وحياتهم وإلههم. قيامة الكل وحياتهم وإلههم. إنا نسبح نحن المؤمنين صليبك ودفنك ونسجد لهما أيها المسيح المعطي الحياة والمنزه عن الموت، فإنك قد قيدت الجحيم وسحقت أبوابه ونقضت عزة الموت وبعثت معك الأموات بما أنك الإله القدير، فلذلك نمجدك نحن الأرضيين بلهفة يا من قام منبعثا ونقض عزة الموت المبيد وبعث معه كل المؤمنين به ونجى العالم من نبال الأفاعي وأنقذنا من ضلالة العدو باقتداره الفريد، فنسبح عن حسن عبادة لقيامتك التي بها خلصتنا بما أنك إله كل البرايا. بما أنك إله كل البرايا. شهر كانون الأول أيامه 31، في هذا اليوم الأول من هذا الشهر تذكار النبي ناحوم، وفي هذا اليوم تذكار القديس فيلاريت الرحوم، فبشفاعاتهم اللهم ارحمنا وخلصنا، آمين. مسيح ولد فمجده، مسيح أتى من السماوات فاستقبلوا، مسيح على الأرض فارتفعوا، رتلي للرب أيتها الأرض كلها، ويا شعوب سبحوه بابتهاج لأنه قد تمجد. لنصرخ نحو الابن المولود من الآب قبل دون بدون استحالة، المسيح الإله الذي تجسد في آخر الأزمنة من البتول في غير زرع هاتف، قدوس أنت يا رب. أيها المسيح المسبح، لقد خرج قاضب من أصل السا ومنه قد نبت ذرة من جبل مضعل مضغل. أيها الإله بما أنك إله السلام وأبو المراحم فقد أرسلت لنا الرسول رأيك العظيم مانحا إيانا سلاما. إذا قد اهتدينا نور
معرفة الإلهية، فنحن نندلج من الليل ممجدين لا. إن الحوت البحر قد قلب من أحشائه ينال، داء تقبله سالما نظير الجنين، وأما الكلمة فنحن حينا في الباتون، واتخذ منها جسدا ولد حافظا الفتية إذ قد نشأوا معا على حسن العبادة، مزدارين بأمر الملحد لم يجزعوا من وعيد النار، لكنهم كانوا يرتلون وهم قائمون في وسط الله. مبارك أنت يا إلهينا، نسبح ونبارك ونزول لرب. إن البتول الذي قد صور اسما عجب الفارق الطبيعة، لأنه لم يحرق الفتية الذين تقبلهم، كما أن نار اللاهوت لم تحرق أيضا مستودع البتول الذي حلت فيه. لذلك فلنسبح مترنمين وطائرين لتبارك الإله ومن نور بالتسابيح نكرم معظمين. وعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي، يا من هي أكرم من الشيروبيم وأرفع مجدا بغير قياس من السرافين، التي بغير فساد ولدت كلمة الله، وهي حقا والدة الإله، إياك نعظم. لأنه نظر إلى تواضع يمته، فها منذ الآن تطوبني جميع الأجيال. يا من هي أكرم من الشيروبيم وأرفع مجدا بغير قياس من السرافيم، التي بغير فساد ولدت كلمة الله، وهي حقا والدة الإله، إياك نعظم. لأن القدير صنع به عظائم واسمه قدوس، ورحمته إلى جيل فجيل للذين يتقونه. تنديميو تيران تون كيروفين كين ضوكسو تيران أسين كريتوس تون سيرافين تين ناذي أفثوروس تيولوغو تيكوسان την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.
الهادي وشتت المتكبرين بذيل قلوبهم تنديني يوتال عن كروبين جالو تسوتال عن أسنكري تسطن سرافين تنادي أفضل أستيعون المقتدرين عن الكراسي ورفع المتواضعين أملا الجياع من الخيرات والأغنياء أرسالهم فارغين يا من هي أكرم من الشيروبيم وأرفع مجدا بغير قياس من السرافيم يا من بغير فساد ولدت كلمات الله وهي حقا والدة الإله إياك نعظم عرض إسرائيل فتاه ليذكر رحمته كما قال لأبائنا لإبراهيم ولنسله إلى الأبد يا من هي أكرم من الشيروبيم وأرضى مجدا بغير قياس من السرافيم التي بغير فساد ولدت كلمة الله وهي حقا عظيمي يا نفسي من هي أكرم قدرا وأرفع مجدا من الأجناد العلوية إنني أشاهد سرا عجيبا مستغربا المغارة سماء والبتول عرشا شيروبيميا والمزود محلا شريفا الذي اتكام فيه المسيح الإله غير الموسوع في مكان فلنسبحه معظمين أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب أعضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا وارثة الإله الدائمة المدعوية مريم مع جميع المقدسين أن تدع ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله لأنه إياك تسبح كل قوات السماوات وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين قدوسا هو الرب إلهنا لأن الرب إلهنا
نجتمعا أما التلاميذ في جبل الجليل لكي نعاين المسيح بالإيمان. يقول قد أخذت السلطان على ما فوق وعلى ما أسفل، ونعلم كيف يعلم بتعميد كل الأمم. بسم الأب والابن والروح القدس، وأنه يكون مع ملقاني أسراره إلى منتهى الدهر كما وعدا. لقد فرحت مع التلاميذ يا والدة الإله الفتاة العذراء، لأنك عينت المسيح منبعثا من القبر في اليوم الثالث كما قال، وترأى لهم يعلمهم ويعلن لهم الأمور الفضلى أميرا بالتعميد. باسم الأب والابن لكي نؤمن نحن بقيامته ونمجدك. Yeah.
يصنع فيهم حكما مكتوبا هذا المجد يكون لجميع أبرار. سبحوه في فلك قوته، إن دفنك أيها السيد قد فتح الفردوس لجنس البشر، فإذ قد نجونا من الفساد فنسبح. سبحوه على مقدرته، سبحوه بحسب كثرة عظمته، لنسبح مع الآب والروح المسيح الواعد من بين الأموات، وأصرخ إليه أنت وحياتنا وقيامتنا. سبحوه بلحن البوق، سبحوه بالمزمار والقيثارة، لقد قمت من القبر لثلاثة أيام كما كتب أيها المسيح، وقمت معك أجدادنا لذلك جنس البشر سبحوه بالطبل والمصاف، سبحوه بالأوتار والآلات الطرب، إن سر قيامتك العظيم ورهيب يا رب، لأنك كما يبرز العروس من الخدر كذلك برزت أنت من القاب، وقد حللت الموت بالموت لكي تعتق آدم وتحرره، فلذلك ترقص الملائكة في السماوات ويمجد الناس على الأرض تحنونك الذي أظهرته نحونا يا محب البشر. سبحوه بنغمات الصنوج، سبحوه بصنوج التهليل، كل نسمة فلتسبح الرب. أين الختوم يا أيها اليهود الأثمى، وأين الفضة التي أعطيتموها للجند؟ إن الكنز لم يسرق، بل قام منبعثا باقتداره، وأنتم فقد خزيتم ناكرين المسيح رب المجد الذي تألم ودفن وقام من بين الأموات، فلنسجدن له. قم أيها الرب إلهي ولترتفع يدك، ولا تنسى بائسيك إلى الأبد،
كيف صلبتم الدفين يا يهود والقبر مختوم وقد أقمتم عليه الحراس ووضعتم العلامات إن الملك قد خرج منه والأبواب مغلقة فإما أن تبرزوه لنا كميت وإما أن تسجدوا له كإله وترنموا معنا قائلين المجد لصليبك وقيامتك يا رب. أعترف لك يا رب بكل قلبي وأحدث بجميع عجائبك. لقد بلغت النسوة حاملة الطيب قبرك القابل الحياة منتحبات يا رب وكنا حاملات طيوبا يطلبنا أن يطيبنا بها جسدك الطاهر فوجدنا ملاكا نيرا جالسا على الحجر فها نحوهن قائلان لما تبكينا الذي أنبع من جنبه الحياة للعالم لما تطلبنا العديم الموت في القبر كمائتا فأسرعنا بالأحرى وأخبرنا مبشرات تلاميذه بعميم فرح قيامته المجيدة فبها أنرنا يا مخلص وامنحنا الغفران وعظيم الرحمن المجد للأب والابن والروح you
أنت هي الفائقة على كل البركات يا والدة لله العظام. لأن الجحيم قد صبيت بواسطة المتجسد منك وأنا من عيا ثانيا واللعنة بانت وحوانت قد والموت أميت ونحن قد حينا. لذلك نسبح هاتفي المجد لك يا مظهر النور، المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. نسبحك نبارك نسجد لك نمجد نشكرك من أجل أيها الرب الملك الإله السماوي الأب الضابط الكل، أيها الرب الابن الوحيد يسوع المسيح، ويا أيها الروح القدوس. أيها الرب الإله يا حمال الله ابن الله يا رفع خطيئتي تقبل تضرعانا أيها الجالس من عن يمين الآب وارحمنا. لأنك أنت وحدك قدوس، أنت وحدك الرب يسوع المسيح في مجد الله الآب أمين. في كل يوم أبارك وأسبح اسمك إلى الأبد وإلى أبد الأبد. لهلنا يا رب أن نحفظ في هذا اليوم بغير خطيئة. بارك أنت يا رب إلى أبائنا، مسبح وممجد اسمك إلى الأبد آمين. لتكن يا رب رحمتك علينا كمثل اتكالنا عليك. مبارك أنت يا رب علمني حقوقا. مبارك أنت يا أنت يا رب علمني حقوقا. يا رب من جاء كنت لنا في جيل غدير، أنا قلت يا رب ارحمني واشف نفسي لأن لي قد خطيت إليك. يا ربي إليك لجأت فعلمني أن أعمل رضا لأنك أنت هو إلهي. لأن من قبلك عين الخير وبنورك نعاين النور. فابسط رحمتك على الذين يعرفون قدوس الله قدوس القويم قدوس الذي لا يموت ارحمنا. قدوس الله قدوس القويم قدوس الذي لا يموت.
قدوس الله قدوس القوي قدوس الذي لا يموت ارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدوس أنا وكل آوان وإلى نهر الداهرين آمين. قدوس الذي لا يموت ارحمنا. قدوس السلام الذي من العلا وخلاص نفوسنا إلى الرب نطلب من أجل سلام كل العالم وثبات كنائس الله المقدسة واتحاد الجميع إلى الرب نطلب من أجل هذا البيت المقدس والذين يدخلون إليه بإيمان وورع وخوف الله إلى الرب نطلب. من أجل أبينا وبطريركنا يوحنا ورئيس كهنتنا رومانوس والكهنة المكرمين والشمامس الخدام المسيح وجميع الإكليروس والشعب إلى الرب نطلب. من أجل حكامنا ومؤازرتهم في كل عمل صالح إلى الرب نطلب. من أجل هذه المدينة وجميع الأديرة والمدن والقرى والمؤمنين الساكنين فيها إلى الرب نطلب. من أجل اعتدال الأهوياء وخصب الأرض بالثمار وأوقات سلامية إلى الرب نطلب. من أجل المسافرين برا وبحرا وجوا والمرضى والمتألمين والأسرى وخلاصهم إلى الرب نطلب. من أجل انحسار الأوبئة والأمراض وشفاء المرضى وحفظ وعدد الكوادر الطبية والخدمية الذين يسهرون على صحة الآخرين وسلامة العالم أجمع إلى الرب نطلب. من أجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب.
ضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين، فلندع ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله. لأنه بك يليق كل مجد وإكرام وسجود أيها الآب والابن والروح القدس لنا وكل أوان وإلى دهر الداهر. آمين. بشفاعة والدة الإله يا مخلص خلصنا، بشفاعة والدة الإله يا مخلص خلصنا، بشفاعة والدة الإله يا مخلص خالصنا. أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب. حافظ وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين، فلندع ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله. لأن لك العزة ولك الملك والقدرة والمجد أيها الأب والابن والروح القدس لنا وكل أوان وإلى دهر الداهرين. المجد للآب والابن والروح القدوس الآن وكل أوان وإلى دار الدائرين. آمين. يا كلمة الله لابن الرحيم الذي لم يزل غير مائل، لقد قبلت أن تجسد من أجل فرازنا إلى القدسة والدة الإله الدائمة البتولية مريم، وتأنست بغير استحالة وصلبت أيها المسيح إلى هنا، وبموتك وطئت الموت وأنت لم تزل أحد الثالوث القدوس المبشر مع أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب. أعضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. بعد ذكرنا الكلية قد غاست الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين، فلندع ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله. لأنك إله صالح ومحب للبشر وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس
الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. الأمّ لنسجد ونركع للمسيح مالكنا وإلهنا خلصنا يا ابن الله يا من قام من بين القوات الملائكية غاروا على قبرك الموقر والحراس صاروا كالأموات ومريم وقفت عند القبر قالبة جسدك طاهر فسبيت الجحيم ولم تجرب منها وصرفت البتول مانحا للحياة فيا من قام من بين الأموات يا رب المجد لك يا نكرم أبني قوله مع عبده حبيب شهيدي المسيح المجيد والشافعين من أجلنا فكتب
اليوم العذراء تأتي إلى المغارة لتلد الكلمة الذي قبل الدور ولادة لا تفسر ولا ينطق بها فافرحي أيا مسكونة إذا سمعت ومجدي مع الملائكة والروعة ظاهرة بمشيئتي طفلا جديدا لأنك قدوس أنت يا إلهنا في القدسين تستقر وتستريح وليك نرفع المجد والسبح المثلث التقديس أيها الآب والابن والروح القدس أنا وكل أوان دهر الداهرين Την άμπελον το αυτήν και κατάρτισε αυτήν επίτευσε η δεξιά σου. Oh.
يا رب يا رب طلع من السماء وانظر وتعهد هذه الكرمة واصلحها فإن يمينك غرستها. شعبك وبارك ميراثك إليك يا رب واصرخ إلهي. فصل من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل أفسس. يا إخوة إن الله لكونه غنيا بالرحمة ومن أجل كثرة محبته التي أحبنا بها حين كنا أمواتا بالزلات أحيانا مع المسيح فإنكم بالنعمة مخلصون. وقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع ليظهر في الدهور المستقبلة فارتغنا نعمته باللطف بنا في المسيح يسوع. فإنكم بالنعمة مخلصون بواسطة الإيمان وذلك ليس منكم إنما هو عطية الله وليس من الأعمال ألا يفخر أحد لأننا نحن صنعه مخلوقين في المسيح يسوع للأعمال الصالحة. التي سبق الله فعدها لنسلك فيها. سلام لك أيها القارئ. الحكمة لننتصر ولنسمع الإنجيل المقدس. السلام لجميعكم. فصل شريف من بشارة القديس لوقا الإنجيلي البشير والتلميذ الطاهر. لنصغي ذلك الزمان فيما يسوع بالقرب من أريحة كان أعمى جالسا على الطريق يستعطي فلما سمع الجمع مجتازا سأل ما هذا فأخبر بأن يسوع الناصري عابر فصرخ قائلا يا يسوع ابن داود ارحمني. فزجره المتقدمون ليسكتا فازداد صراخا يا ابن داود ارحمني. فوقف يسوع وأمر أن يقدم إليه فلما قربا سأله ماذا تريد أن أصنع لك؟ فقال يا رب أن أبصر.
فقال له يسوع: أبصر، إيمانك قد خلصك. وفي الحال أبصر وتبعه وهو يمجد الله. وجميع الشعب إزروا سبحوا الله. دوكسا سيكيريا، دوكسا سيكيريا. أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب. كيريا ليسو، أعدد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. حتى إذا كنا محفوظين بعزتك كل حين نرفع إليك المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين. Lord, yes, yes.
نستقبل ملك الكون جميعكم ليذكر الرب الإله في ملكوت السماء كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين جميعكم وجميع المسيحيين الحسني العبادة الأرثوذكسيين ليذكر الرب الإله في ملكه السماوي كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين برئاستك أنوتك ليذكر الرب الإله في ملكوته السماوي كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين أبانا وبطريرك أنا يوحنا يذكر رب الإله في ملكوت السماوي كل حين أنا وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين وتنا مطارنة الكرسي الأنطاكي المقدس جميع الذين ذكرت أسمائهم على المذبح المقدس زوار هذه الكنيسة والذين يتعبون فيها ويخدمون ويرتلون جميع المخلصين رياستك أنوتك ليذكر الرب الإله في ملكه السماوي كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين الذين سبقونا على رجاء القيامة والحياة الأبدية الذين عمروا هذا الهيكل المقدس وجميع السابق رقادهم إخوتنا وجوزفين وجميع المختصين بها ليذكر الرب الإله في ملكوت السماء بكل حين أنا وكل أوان وإلى دهر الداهرين كهنوتكم وشموسيتك يذكر الرب الإله الرب نسأل رسولك
لك سلام مرشدا أمينا حافظا نفوسنا وأجسادنا الرب نسأل استجاب يا رب مسامحة خطايانا وغفران زلاتنا الرب نسأل والموافقات لنفوسنا والسلام للعالم الرب نسأل استجب يا رب ونتمم بقية زمان حياتنا بسلام وتوبة الرب نسأل أن تكون أواخر حياتنا مسيحية سلامية بلا حزن ولا خزي وجوابا حسنا لدى منبر المسيح المرهوب نسأل استجب يا رب بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين فنودع زواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله برافات ابنك الوحيد الذي أنت مبارك معه ومع روحك الكل القدس والصالح والمحيي لنا وكل أوان وإلى دهر الداهرين السلام لجميعكم ولروحك لنحب بعضنا بعضا لكي بعزم واحد نعترف مقرين بآمن وأبد قلوح القدس بحكمة لنصغي نؤمن بإله واحد آب ضابط الكل خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق إله حق مولود غير مخلوق مساو لله في الجوهر الذي به كان كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي وتألم وقبر وقام في اليوم الثالث على ما في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب وأيضا يأتي بمجد ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب الذي هو مع الآب والابن مسجود له وممجد الناطق بالأنبياء وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية وأعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا وأترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي آمين لنقف حسنا لنقف بخوف لنصغي لنقدم بسلام القربان المقدس رحمة سلام ذبيحة تسليم نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس تكن مع جميعكم نضع قلوبنا فوق
نشكر النار واجب أن نحط نصدحك ونبارك ونحمدك ونشكرك ونسجد لك في كل موضع سيادتك لأنك أنت الإله الذي لا يخلو وصلنا يحب عقل غير المنظور غير المدرك الدائم وجده والكائن هكذا هو هو أنت ابنك الوحيد والروح القدوس أنت خرجتنا من العدم للوجود وبعد أن سقطنا عدت فأقمتنا ما برحت تصنع كل شيء حتى أصعدتنا إلى السماء ووهبتنا ملكك الآتي من أجل هذه كلها نشكرك أنت وابنك الوحيد وروحك القدوس من أجل كل الإحسانات الصائرة إلينا التي نعلمها والتي لا نعلمها الظاهرة وغير الظاهرة نشكرك أيضا من أجل هذه الخدمة التي ارتضيت أن تقبلها من أيدينا مع أنه قد وقف لديك ألوف من رؤساء الملائكة وربوات من الملائكة والشرابين والسرافين ذوي الأجنحة الستة والعيون الكثيرة متعالين ومجنحين تسبيح الظفر متنمين وهاتفين وصارخين وقائلين قدوس 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 رب الصباوت السماء والأرض والمتاعي مجدك بصنا في العالم بارك ونأتي بصنا في العالم مع ذو القوات المحمودة ونقول قدوس أنت القداسة أنت ابنك الوحيد ورحمة القدوس قل قدوس أنت القداسة نجدك عظيم الجلال أنت حفظت على هذا الأحبار حتى أنك أبنك ابنك الوحيد لكي لا يهلك ولا يؤمن بل تكون الحياة الأبدية لأنه لما أتى وأكون لك يكبدة من أجلنا في الليلة لأسلم فيها والأولى نسلم لك من أجل حياة العالم بعد أن أخذ خبزا بدون فلسطين قال لك من ملك العين وشكر وبارك وقد صلى الله عليه وسلم قائلا كل هذا هو جسدي الذي يكسر من أجلكم لمغفرة الخطايا وأفني اشربوا منها كلكم هذا هو دمي للعهد الجديد الذي يراق عنكم وعن كثيرين لمغفرة الخطايا نحن نذكر بصوت أصلي وصعود السماوات التي لك وهي مما لك فيما نقدمها لك عن كل شيء ومن أجل كل شيء سابله من سيف أرسطو من كيريا الآباء والأنبياء والرسل الكارزين المشرين والشهداء والمتعرفين من الساد روحي كل صديق توفي على الأيام إيمان وخاصة أجل الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة المتولية مريم يا
كلنا الاخوان في كل مناول عظيم وصار دوسا يا رب أولا أبانا وبطريركنا يوحنا هبه لكنائسك المقدسة بسلام صحيح مكرما معافا مديد الأيام فصلا باستقامة كلمة حق. اذكر يا رب أولا أبانا ورئيس كهنتنا وهبه لكنائسك المقدسة بسلام صحيحا مكرما معافا مديد الأيام مفصلا باستقامة كلمة حق. والخاطرين في فكر كل واحد من الحاضرين جميعا وجميعهن واعطنا نمجد ونسبح بفم واحد وقلب واحد اسمك الكلي الكرام والعظيم الجلال أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين. تكن مراحم إلهنا العظيم وخلصنا يسوع المسيح مع جميعكم. بعد ذكرنا جميع القديسين أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب نجي هذه القرابين الكريمة المقدمة والمقدسة إلى الرب نطلب حتى أن إلهنا المحب البشر الذي قبل على مسبحه المقدس السماوي العقلي رائحة طيب زكي روحي يرسل لنا عوضا منها النعمة الإلهية وموهبة الروح القدس نطلب بعد التماسنا الاتحاد في الإيمان وشركة الروح القدس فنودع ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله واهلنا أيها السيد لأن نسر بدالة وبلدينونا على أن ندعوك أبا أيها الإله السماء ونقول أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الجوهري أعطنا اليوم واترك لنا ما علينا كما نترك نحن لمن لنا عليه ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير لأن لك الملك والقدرة والمجد أيها الآب والابن والروح القدس لنا وكل آوان وإلى دهر الداهرين. السلام لجميعكم. لنحني رؤوسنا للرب نشكرك أيها الملك غير المنظور يا من بقدرتي التي لا تقدر أبدع الأشياء كلها برحمة الكثير أخرجها من العدم إلى الوجود أنت أيها السيد طلع من السماء على الذين حنوا لك رؤوسهم لأنهم ما حنوها للحم ودم بل لك أيها الإله المهيب فأنت إذن أيها السيد سهل أن تكون هذه القدوسات لخيرنا جميعا حسب حاجة كل منا رافق المسافرين واشفي المرضى يا طبيب نفوسنا وأجسادنا بنعمة ورفاة ابنك الوحيد ومحبته للبشر الذي أنت مبارك معه ومع روحك الكلي قدس الصالح والمحيي لنا وكل آوان وإلى دهر الداهرين. القدسات للقديسين قدوس واحد
لمجد الله آمين. لقد وقفت أمام أبواب هيكلك وعن الأفكار الرديئة لم أنفصل، لكن أنت أيها المسيح الإله، يا من برر العشارة ورحم الكنعانية وفتح للص أبواب الفردوس، افتح لي حنوة محبتك للبشر واقبلني متقدما إليك ولامسا إياك كما قبلت الزانية والنازفة الدم. أما هذه فبمسها هدب ثوبك نالت الشفاء بأيسر مرام، وأما تلك فبإمساكها قدميك الطاهرتين نالت حل خطاياها. وأما أنا المرثية له فبتجاسري على أن أقبل جسدك كله، لا تحرقني بل اقبلني مثل هاتين، وانر حواس نفسي محرقا جراثيم خطيئتي بشفاعات التي ولدتك بلا زرع والقوات السماوية، لأنك مبارك إلى أبد الدهور آمين. أؤمن يا رب وأعترف بأنك أنت بالحقيقة المسيح ابن الله الحي الذي أتيت إلى العالم لتخلص الخطأ الذين أنا أولهم، وأؤمن أيضا بأن هذا هو جسدك الطاهر نفسه وهذا هو دمك الكريم عينه، فأطلب إليك أن ترحمني وتغفر لي زلات الطوعية والكرهية التي بالقول والتي بالفعل، التي بمعرفة والتي بغير معرفة، وأهلني بلا دينونة أن أشترك في أسرارك الطاهرة لغفران الخطايا وللحياة الأبدية. هانذا أتقدم إلى الشركة الإلهية، فلا تحرقني من جرى تناول إياها يا جابلي، فإنك نار تحرق غير المستحقين، بل طهرني من كل دنس. اقبل اليوم شريكا لعشائك السرية من الله، لأني لن أقول سرك لأعدائك ولا أقبلك قبلة غاشة مثل يهوذا، لكن كاللص أعترف لك هاتفا، أذكرني يا رب في ملكوتك. ارهب أيها الإنسان عند نظرك الدم المؤله، فإنه جمر يحرق غير المستحقين. إن جسد الإله يؤلهني ويغذيني، يؤله الروح ويغذي العقل على منوال غريب. لقد شغفتني بالشوق إليك أيها المسيح، وحولتني بعشقك الإلهي، فاحرق خطاياي بنار غير هيولية، وأهلني لأن أمتلئ من النعيم الذي فيك، لكي أعظم طربا حضوريك أيها الصالح. في بهاء قديسيك كيف أدخل وأنا غير المستحق؟ فإني إن تجرأت على الدخول معهم إلى الخدر يبكتني لباسي، لأنه ليس لباس العرس، وأطرح من الملائكة مغلولا. فطهر يا رب دنس نفسي وخلصني، بما أنك محب للبشر. أيها السيد المحب البشر الرب يسوع المسيح إلهي، لا تصر لي هذه القدوسات لمحاكمة لعدم استحقاقي، بل لتطهير النفس والجسد ولتقديسهما ولعربون الحياة والملكوت الآتيين. أما أنا فخير لي أن ألتصق بالله وأن أضع في الرب رجاء خلاصي. اقبلني اليوم شريكا لعشائك السرية من الله، لأني لن أقول سرك لأعدائك ولا أقبلك قبلة غاشة مثل يهوذا، لكن كاللص أعترف لك هاتفا، أذكرني يا رب في ملكوتك. سبحوا الرب من السماوات، هللويا. Ooh.
بنا سماء لعشائك السري يا ابن الله، لأني لن أقول سرك لأعداء ولا أقبلك قبلة غاشة مثل يهودا، لكن
اللص يعترف لك هاتفا اذكرني يا رب في ملكوتك. المسيح ولد فمجدوا، المسيح أتى من السماوات فاستقبلوا، المسيح على الأرض فارتفعوا، رتلي للرب أيتها الأرض كلها ويا شعوب سبحوه بابتهاج لأنه قد تمجد. لنصرخ نحو الابن المولود من الأب قبل الدور بدون استحالة. المسيح الإله الذي تجسد في آخر الأزمنة من البتول بغير زرع هاتفي يا من لفى شلالا. قدوس أنت يا رب أيها المسيح المسبح، لقد خرج قضيب من أصل ياسا ومنه قد نبت زرعة من جبل مضلل مضغل. أيها الإله البتول التي لم تعرف رجولا، فالمجد لقدرتك يا رب. أيها المحب البشر، بما أنك إله سلامي وأبو المراحم، فقد أرسلت لنا رسولا مانحنيانا سلامات. ولذا إذ قد اهتدينا لنور المعرفة الإلهية، فنحن نتدلج من الليل ممجدين البحر قد قذف من أحشائه يونان، كما تقبله سليما نظير الجنين. وأما الكلمة فلما حل في البتول واتخذ منها جسدا ولد حافظا بدون فساد. ولم تلحق استحالة وحفظ والداته بدون مضرة. إن الفتية إذ قد نشأوا معا على حسن العبادة مزدرين بأمر الملحد، لم يجزعوا من وعيد النار، لكنهم كانوا يرتلون وهم قائمون في وسط الله بمبارك أنت يا إله أبائنا. نسبح ونبارك ونزود رضاك
الذين تقبلهم كما أن نار اللاهوت لم تحرق أيضا تستودع البتول الذي حلت فيه لذلك فلنسبح قتال النبيين وقائلين لتبارك الخليقة بأسرها الرب فلتزيد رفعة هداد عظمي يا نفسي من هي أكرم قدرا وارفع مجدا من الأجناد العلوية إنني أشاهد سرا عجيبا مستغربا المغارة سماء والبتول عرشا شيروبيمي والمذود محلا شريفا الذي تكأ فيه المسيح الإله غير الموسوع في مكان فلنسبحه وضعنا النور الحقيقي وأخذ روح السماوي ووجدنا الإيمان الحق فلنسجد بالثالوث غير المقاس اللهم كل حين الآن وكل أوان وإلى ظهر الداهرين آمين ليمتلئ فمنا بتسبيحتك يا رب لكي نسبح مجدك لأنك أهلتنا لشراك بأسرارك المقدسة احفظنا بقداستك لا يجينا طول النهار ببرك هللويا 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 السماوية المحيا المرهوبة فلنشكر الرب شكرا لائقا يا ليس وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك يا رب بعد ان نسال ان يكون نهارنا كله كاملا مقدسا سلاميا وبلا خطيئه فنودع ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الاله لك يا لأنك أنت تقديسنا وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس أنا وكل أوان وإلى دهر الداهرين نخرج لنخرج بسلام إلى الرب نطلب يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم اسمنا بارك يا مبارك مباركيك يا رب ومقدس المتوكلين عليك خلص شعبك وبارك ميراثك احفظ كمال كنيستك قد لأن كل عطية صالحة وكل موهبة جامدة هي من الألعاب
الأنوار، وإليك نرفع المجد والشكر والسجود أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل آوان ولدهر الداهرين. بركة ربي ورحمته تحلان عليكم بنعمة الله ومحبة البشر الفلاحين الآن وكل أوان ولدهر الداهرين. آمين. أيها المسيح إلهنا الحقيقي، يا من قام من بين الأموات من أجل خلاصنا بشفاعة أمك القدسة ولي الطهارة البريئة من كل عيب وبقدرة الصليب الكريم المحيي في هذه الكنيسة المقدسة طلبات الكواس السماوية كما عدمت أجساد توسلات نبي كريم الصادق يا رب سيدنا أحب نهاركم المبارك. نحن كلياتنا هلا بهذا الوقت يلي رح يقرب من الميلاد إذا الله راد نستعد لاستقبال المسيح الإله المولود في المغارة وخاصة في قلوبنا. لذلك يا أحبة مطلوب من كل شخص أنه يصلي خاصة في هذا الوضع اللي نحن موجودين فيه هلا البلد، لحتى الله يحمي البلد ويحمي العالم أجمع ويكون السلام في كل العالم. نحن دائما نصلي. الإنسان المسيحي ما عنده غير سلاح واحد، الصليب والصلاة يلي من خلال ربنا بيقلب الجحيم فردوس. ربنا يحمي الجميع ونهاركم مبارك وإن شاء الله بيوتكم كلها مباركة. صلوات بقى القديسين أيها الرب يسوع المسيح إلهنا ارحمنا وخلصنا. ليش ما قلت انه فيه؟ ليش ما قلتوا انه فيه؟ في نياحة. ليش ما قربتها؟ تبارك الله إلهنا كل حين الآن وكل أوان ولدهر الداهرين. آمين. أيها المخلص أرح نفوس أرواح الصدقين الراقدين واحفظها للحياة السعيدة التي من قبلك يا محب البشر. أرح يا رب نفوس عبيدك في راحتك حيث جميع قديسيك يستريحون لأنك أنت وحدك الذي لا يموت. أجل للآب والابن والروح القدس، أنت إلهنا الذي انحدرت إلى الجحيم وحللت أوجاع المعتقلين. أنت يا مخلص أرح نفوس عبيدك السابق رقادهم الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. أمين. أيتها العذراء الطاهرة النقية وحدك يا من ولات الإله بغير زرع إليه توصلي أن ترحم وتسامح نفس عبدك السابق قادوا نفس أمتك السابق رقادها. حمنا يا الله بعظيم رحمتك نطلب إليك فاستجب وارحم. وأيضا نطلب من أجل راحة نفس أمة الله جوزفين ومن أجل غفران جميع ذنوبها الطوعية والكرهية لكي يرتب الرب الإله نفسها حيث الصديقون يستريحون. فنسأل رحمات الله وملكوت السماوات وغفران خطاياها من المسيح الذي لا يموت ملكنا وإلهنا نطلب. يا إله الأرواح والأجساد كلها يا من وطئ الموت ونقض قوة الشيطان ونحى الحياة لعالمه، أنت يا رب أرح نفس أمتك جوزفين السابق رقادها
في مكان النير، في مكان خضرة، في مكان انتعاش، حيث لا وجع ولا حزن ولا تنهد. وبما أنك إله صالح ومحب البشر، اغفر لها كل خطيئة طرفتها بالقول أو بالفعل أو بالفكر، لأنه ليس من إنسان أن يحيى ولا يخطأ، بل أنت وحدك منزه عن الخطيئة، وعدلك عدل إلى الأبد وقولك حق. إلى الرب لأنك أنت القيامة والحياة والراحة والنياح، لنفسي أمتك السابق رادها جزفين، على اسمك أيها المسيح إلهنا وإليك نرفع المجد مع أبيك الذي لا بدء له، وروحك الكل قدس الصالح والمحيي الآن وكل أوان ولدهر الداهرين. أيها المسيح إلهنا الحقيقي، يا من يسود الأموات والأحياء بأنه ملك لا يموت، وقد قام من بين الأموات بشفاعة أمك كل الطهارة والقدسين المشرفين الرسل الأجدرين كل المديح وأبائنا الأبرار المتوشحين بالله القدس المجيد، صديق المسيح لعازر الرباعي الأيام وجميع القديسين، رتب نفس أمتك المنتقلة عنا في مظال الصديقين واحصيها مع القديسين والأبرار، أما نحن فارحمنا وخلصنا بما أنك إله رحيم ومحب البشر. فليكن ذكرها مؤبدا، فليكن ذكرها مؤبدا، فليكن ذكرها مؤبدا. رب يسوع المسيح إلهنا ارحمنا وخلصنا. صلوات سيدنا القديس أيها الرب يسوع المسيح إلهنا ارحمنا وخلصنا. الله يرحمه يا أحبة، طول عمركم جميعا. التعازي رح تكون بالكنيسة يا أحباء، الله يرحمه. كمان بحب خبركم بالنسبة لليوم اللقاء الصباحي كالعادة ما رح نلتقى فيه، ورح نفتقدكم اليوم، لأنه اليوم الأحد والأحد المقبل رح يكون في عنا معارض، فالله يقوي لنا ياكم ونشوفكم بخير إن شاء الله دائماً.